بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله وأسعد الله صباحكم بكل خير، ومرحبا بكم مجددا في هذا المؤتمر الصحفي اليومي والذي تعقده وزارة الصحة من مبنى وزارة الصحة. هذا المؤتمر 22 يأتيكم اليوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر مارس لسنة 2020. نقف فيه ونتباحث ونتناقش حول أبرز المتغيرات العالمية والمحلية والإقليمية، وحول أبرز المستجدات والتطورات فيما يخص تفشي مرض كوفيد-19 والذي يسببه الفيروس التاجي فيروس كورونا. من غايات استراتيجية التباعد الاجتماعي والتي قلنا أنها تحديدا يطلق عليها أو المقصود منها التباعد الجسدي الفيزيكال ديستانسينج، من غايات هذه الاستراتيجية هو الإبطاء من تفشي هذا المرض. بالإضافة إلى هذه الاستراتيجية إلى منظومة حددتها منظمة الصحة العالمية وهي تقع ضمن الاستجابة، ألا وهي العزل والكشف والعلاج والتتبع. هذه الاستراتيجية وهذه المنظومة من شأنها الإبطاء من تفشي هذا الفيروس، وبالتالي سوف تكون إدارة الأمور بشكل متحكم فيه بشكل أفضل، ويمكن احتواء هذه الأزمة وهذا الوباء العالمي. ومتى ما تم التراخي أو الإيقاف في هذه الاستراتيجية أو في تلك المنظومة، فسوف نرى الأعداد لا قدر الله تتضاعف، وهذا ما حدث في بلدان ومناطق وأقاليم كثيرة حول العالم نتابعها بشكل يومي عبر التقارير الرسمية وعبر الأخبار. ولذلك منظمة الصحة العالمية ما زالت توصي باتخاذ هذه التدابير والتي يطلق عليها الاستجابة، وهي العنصر الثالث من برنامج الترصد والتنبؤ والاستجابة، فيكون هناك عزل، كشف، علاج، تتبع، وبالإضافة إلى التباعد الاجتماعي أو التباعد الجسدي الفيزيكال ديستانسينج، سوف نحقق جميعا نتائج أفضل. وهذا ما نشاهده ونشاهد أثر ذلك. شاهدنا أثر الالتزام بهذا في بعض المناطق، وشاهدنا أثر التهاون بالأخذ بهذه التوصيات في مناطق أخرى. أصبحت الآن وفقا لتقرير 63 الصادر من منظمة الصحة العالمية مساء الأمس، 80% من الحالات حول العالم في إقليمين فقط، وقبل أسبوع كانت 90% من الحالات في 4 دول فقط. الإقليمين هما إقليم أوروبا وإقليم غرب المحيط الهادي. غرب المحيط الهادي بالنسبة لموقع دولة الكويت بالنسبة لنا يصبح أقصى الشرق، وهي الدول المطلة على الساحل الغربي للمحيط الهادي، قرابة تقريبا 29 دولة المواجه للأمريكتين، والإقليم الثاني هي أوروبا. وخلال 24 ساعة الماضية هناك 3 دول انضمت إلى قائمة الدول التي أعلنت تسجيل إصابات فيها. إذا كنا قد قلنا بالأمس أن عندنا 189 دولة فاليوم 192 دولة حول العالم. مجموع عدد الحالات حول العالم 339 ألف حالة موزعة على 192 دولة، 81 ألف حالة منها بالصين أو أكثر بقليل، و275 ألف حالة خارج الصين. بالنسبة لإقليم شرق المتوسط والذي يضم 22 دولة والدول التي أعلنت 20 دولة، أصبح لدينا دولتين حتى الآن لم تتم تعلن عن ثبوت إصابة فيها،
مجموع الحالات في إقليم شرق المتوسط أكثر من 26 ألف حالة. أما بالنسبة لحالات الشفاء فهي 8368 حالة. عالمياً عدد حالات الشفاء قارب على 100 ألف حالة ولله الحمد. وفي صباح اليوم أعلن معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن شفاء 9 حالات في دولة الكويت، ليرتفع عدد حالات الشفاء والحالات التي أعلن شفاؤها بعدما أصيبت بهذا المرض 39 حالة، ونسأل الله الشفاء والسلامة للجميع. بالأمس هناك 6 حالات ولله الحمد أتمت فترة الحجر الصحي وفقا للنظم الوقائية المتبعة في وزارة الصحة ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. أصبح الآن لدينا عدد الحالات التي أتمت الحجر الصحي في دولة الكويت 708 حالات. فيما يخص الإصابات، خلال 24 ساعة الماضية في دولة الكويت ثبتت وتأكدت إصابة حالتين. الحالتين مخالطتين لحالات مرتبطة بالسفر بالمملكة المتحدة، وهي من الجنسية الهندية والأخرى من الجنسية الفلبينية. أصبح مجموع الحالات لدينا في دولة الكويت 191 حالة. حالات الشفاء 39 حالة. أصبح لدينا عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية والصحية في إحدى المؤسسات العلاجية المخصصة لذلك 152 حالة، 5 حالات منها في العناية المركزة، 3 حالات في وضع حرج، وحالتين مستقرتين. نسأل الله لهم جميعا الشفاء العاجل، ونسأل الله للجميع السلامة. أما بالنسبة لعدد المسوحات المخبرية فقد بلغ 17,316 مسحة مخبرية وجاوز عن ذلك. المدير العام لمنظمة الصحة الإقليمية اختتم خطابه في يوم 20 مارس 2020 ببعض التوصيات، وحقيقة يعني وددت أن أنقلها إليكم. هذه التوصيات الغذائية الصحية لممارسة نمط حياة بشكل أفضل لا تعني بالضرورة المحافظة على الصحة على المدى البعيد، وإنما كذلك على المدى القريب، وهي تساعد كذلك في تعزيز جهاز المناعة، وتساعد كذلك في المحافظة على الحد من المضاعفات وتفاقم المرض فيما لو لا قدر الله حدثت إصابة. ضرورة المحافظة على الغذاء الصحي السليم والذي يشمل جميع العناصر الغذائية بوجبات منتظمة، وكذلك ضرورة تقليل السكريات ولا سيما المشروبات السكرية. الأمر الآخر ضرورة الامتناع عن التدخين، وهذه فرصة الآن للجميع للإقلاع عن التدخين بشكل نهائي، فالتدخين يفاقم من المضاعفات فيما لو قدر الله حدثت أي التهابات أو عدوى بكوفيد 19. الأمر الآخر وهو ضرورة المحافظة على الرياضة وممارستها بانتظام حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، نصف ساعة 30 دقيقة للكبار أقل شيء، وما لا يقل عن ساعة واحدة للأطفال، فلنحرص عليها في هذه الأيام وفي الأماكن الصحيحة المخصصة لذلك، مع مراعاة الابتعاد عن التجمعات. الأمر الآخر وهو ضرورة المحافظة على الصحة النفسية، فالإخوان والأخوات الذين يعانون من ضغوطات نفسية فهذا أمر طبيعي خلال الأزمات، ولكن لنتوكل على الله ولنأخذ بالأسباب
وكما قلنا ونقول مرارا، لنستبدل الخوف بالوقاية، ولنستبدل الهلع بالحرص. ونحن ما يقع بأيدينا هو الأخذ بالأسباب، وبإذن الله تعالى إذا أخذنا بالأسباب وبهذه التوصيات بإذن الله تعالى نستطيع أن نواجه هذا التحدي وأن نحقق نتائج أفضل. خالص الشكر لكم لحسن الاستماع والإنصات. أما الآن إذا كان هناك أي مجال للأسئلة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عبد الله، أبدأ الأول، نحمد الله جدا كل يوم بنستبشر خير بقلة الإصابات. امبارح كانت إصابة، والنهارده الحمد لله رب العالمين إصابتين ومختلطين، يعني مش إصابتين نهائيين. سؤال يا دكتور عبد الله، ما هي تعليق الوزارة على الأبحاث اللي بيجريها حاليا معهد دسمان، خاصة تحت إشراف وزير الصحة وتحت إشراف وكيل وزارة الصحة؟ إيه هي نتيجة الأبحاث اللي دي؟ السؤال الثاني حضرتك، في بالنسبة لماذا اللي بتقوم به الوزارة الوقت حاليا، خططها وخطط معهد الكويت للاختصاصات الطبية حول موضوع الأطباء الموجودين في الخارج، خاصة إن معظمهم في بعض الدول الموبوءة جامد في بالإصابات، يعني ما هي خطط الوزارة في الفترة الجاية دي؟ شكرا. شكرا. بالنسبة للأعزاء القائمين على مركز أو الأبحاث في دسمان، فلدينا تواصل دائم معهم على طوال السنة، وليس فقط خلال هذه الأزمة، وهناك متابعة حثيثة ومشاركة من قبل بالنسبة لمجال في مجال الأبحاث وفي مجال الدراسات. ونحن نشيد بجميع الجهود والتي تخصص الكثير من الجهد والوقت في وادخار هذه المعلومات والمساهمة فيها لتحقيق الفائدة للجميع، وبما يعود بالنفع على المجتمع والفرد. بالنسبة لزملائنا المبتعثين، فهم يعني من المواطنين الكويتيين الذين في خارج البلاد، والذين نحرص وتهمنا بالدرجة الأولى صحتهم وسلامتهم. ونحن نتواصل مع قنواتنا الرسمية سواء داخل البلاد أو خارج البلاد للوقوف على جميع الاحتياجات والمستلزمات التي يحتاجونها، وأن نحرص دائما أن يكونوا دائما بمنأى عن الخطر وعن أي إصابة لا قدر الله. نعم، تفضل أستاذ. رياض عواد، جريدة الوسط الكويتية. دكتور، يعني هل في تفسير لتقليص العدد او لنقص العدد في خلال الفترة امس واليوم؟ هل موضوع حظر التجول له اثر كبير في انحصار العدد؟ من كان من 3 ايام 17 حالة، امس حالة واليوم حالتين. السؤال الثاني، ان شاء الله قريبا غدا او بعد غد ستستقبل الكويت ابنائها اللي يوصلوا بالسلامه ان شاء الله. لا قدر الله في حالات اصابه او غيره، هل وزاره الصحه جهزت الاعداد القادمه، الحجر الصحي المؤسسي، عشان على اساس انه يتكفل بالاعداد القادمه ان شاء الله؟ نعم. يعني حاليا بالنسبه لتقليص عدد الحالات او لقله عدد الحالات، لا شك بانه يعني امر يفرح الجميع، الا واننا يجب الا نعول على ذلك كثيرا، ويجب الا يدعونا ذلك للتراخي او للتقاعس في تطبيق الاجراءات الوقائيه او في الاستمرار مع هذا التحدي العالمي، بل يجب علينا ان نشحذ الهمم. وكما قلنا انه من المبكر جدا الان تقييم هذه الأمور. ما يجب ويستلزم علينا نحن الآن جميعا هي مواصلة الجهود المشتركة، إن كانت من وزارة الصحة وإن كانت من الوزارات المعنية أو الجهات الرسمية ذات الصلة أو من المجتمع ككل. فهذا أمر مهم أن نواصل الجهود، فنحن لم ننتهي بعد.
نعم. بالنسبة الآن يعني إحنا كانت لدينا لوائح وتعميمات وتنظيم لهذه الأمور بالنسبة لفرز الحالات القادمة من بعض الدول، وكانت لدينا كذلك يعني قوائم للقائمين من بعض الدول وما يطبق عليها من إجراءات وقائية. هذه القوائم قابلة للتحديث كذلك، وإذا لم تحدث فسوف نقوم نطبق نفس الآلية في التي طبقت مع القادمين إخوان المواطنين القادمين من قبل فترة، ونكرر أن هذه القوائم قابلة للتغيير وفقا للمتغيرات والتطورات العالمية. تفضل. نشأة الدبيس جارية الخليج، بالأمس في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه صاحب السمو ذكر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أنه من المتوقع أن تزيد الحالات خلال الشهرين القادمين، ثم بعد شهرين سيتم تثبيت هذه الحالات، فنريد معرفة على أي أساس كان هذا الرأي. هذا السؤال الأول. السؤال الآخر، كان أمس في مؤتمر صحفي لمدير عام منظمة الصحة الدولية مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذكر في المؤتمر أن الطرق التباعد الاجتماعي و التواجد في المنزل هي طرق دفاعية لإبطاء المرض، ولكن نحتاج إلى طرق هجومية، فماذا كان يقصد الطرق الهجومية للحد من هذا الفيروس؟ شكرا. إن شاء الله. أما بالنسبة لدراسة نشاط المرض وانتشاره فهذا يتم، وبعدما كانت هناك دراسات وقراءة للواقع ودراسة انتشار هذا المرض ونشاطه في دول كثيرة، وهناك بعض الدول التي قدمت دراسات لذلك، وهذا كله تحت إشراف منظمة الصحة العالمية. نذكر دائما ومرارا أنه نتواصل دائما ونتناقل المعلومات ونتباحث ونحاول نحن نسمع الأرقام، ولكن نحن دائما نقوم بتحويل هذه الأرقام إلى معلومة، وهذه المعلومة نستخدمها لصالح العام وحتى تعم المنفعة للجميع، ونستخدم هذه المعلومات في ضمن أساليب الوقاية، وبالفترة الأخيرة استخدمناها ضمن الخطوات الاستباقية. فكل ما لدينا من معلومات وكل ما لدينا من تنبؤات هي من واقع دراسة حثيثة ودقيقة للمناطق وتطور نشاط المرض في الكثير من الأقاليم. أما بالنسبة للتباعد الاجتماعي والذي أسميناه التباعد الجسدي الفيزيكال ديستانسينج، فإنه بلا شك يحد بشكل كبير من انتشار المرض، وما زالت توصي به منظمة الصحة العالمية، وتكلم به كذلك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حتى في خطاباته الأخيرة، وتحديدا كان في خطاب الذي كان في يوم 20 مارس، حدد ذلك من ضمن منظومة احتواء هذا المرض، ومن ضمن كذلك العناصر التي أدرجت تحت الاستجابة، وهي العزل والكشف والعلاج والتتبع، وتسبقها كذلك استراتيجية التباعد الجسدي. شكرا جزيلا. تفضلي. هما 24 عربية الحصيلة، كيف تجري الاختبارات الإكليلية في الكويت؟ هل عفوا الاسم على الجهة الإعلامية؟ إيما 24 عربية الحصيلة. صوتي واضح؟ صوت إيما 24 عربية الحصيلة، كيف تجري الاختبارات الإكلينية في الكويت؟ هل هناك أي دواء علاجي لأمراض أخرى يجعل الكورونا أسوأ؟ هل سؤال ثالث، هل نقدر نعرف أكثر عن نشأة الفيروس؟ السؤال الأخير، ما هي مدة استمرار الفيروس في الهواء عند العطس؟ زين، يعني حفاظا على الوقت، لو تشوفين سؤال واحد أو سؤالين فقط حتى نستطيع نجاوب عليه. سؤالين ممكن؟ سؤالين تفضلي. نبي نعرف أكثر عن الاختبارات الإكليلية، كيف تجري الاختبارات الإكليلية؟ الاختبارات التشخيصية تقصدين؟ نعم. إن شاء الله. بالنسبة للاختبارات التشخيصية، ما يتم الآن تشخيص
الفيروس عبارة عن هذه النقطة تكلمنا فيها بالتفصيل بالأمس، وهو باستخدام الحمض النووي PCR عبر خاصية البوليميريز تشين رياكشن. وهناك لدينا الأجهزة والتي كانت أصلا متواجدة قبل ظهور هذا الفيروس. هذه الأجهزة تستخدم حتى في علاج الكثير من الفيروسات، تستخدم في علاج الإنفلونزا بأنواعها، إنفلونزا A، إنفلونزا B، في تشخيص، تستخدم في تشخيص الكثير من الفيروسات الإنفلونزا A والإنفلونزا B، فيروسات كثيرة مثل السيتوميغالي فيروس، الإي بي في فيروس، والفيروسات المسببة للفيروس المسبب لنزلة البرد، هيومن سينسيشيال فيروس. فهذه أصلا موجودة الأجهزة، وخاصية PCR موجودة كذلك. وعندما تم التعرف عالميا على هذا الفيروس، فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19، تم كذلك استحداث بعض الكواشف الفيروسية التي تساعد على التعرف، بعدما التعرف على هذا الفيروس في الديترمينيشن، بعدما يكون هناك اكستراكشن عزل للحمض النووي لهذا الفيروس. كذلك هناك طرق أخرى كالتشخيص عن طريق الأجسام المضادة IgG، IgM، وهذه هي الخاصية أو الأجهزة التي تكلم عنها الدكتور عبد الله البدر الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية والتجهيزات الطبية والأدوية. شكرا جزيلا، تفضلي. حنان عبد المعبود، جريدة الأنباء. دكتور، بالأمس أصدر وكيل وزارة الصحة قرار يقضي بمنع تداول أو حظر الأدوية التي تحتوي على مادتي الكلوروفين والهيدروكسي كلوروفين. المواد دي من المعروف أنها داخلة في علاج فيروس كورونا المقترح عالميا. أسباب المنع إيه في الكويت؟ نعم، إحنا لدينا لجنة وزارية شكلت من استشاريين من الأمراض المعدية واستشاريين من الأمراض الباطنية، وكذلك في التخصص بجميع تخصصاتها وكل ما يتعلق من التخصصات المتعلقة بمرض كوفيد-19. هذه اللجنة شكلت منذ بداية الأيام الأولى لتفشي هذا المرض وظهوره. مهمة هذه اللجنة والقائمة، وهي لجنة فنية متخصصة، وهي تقوم بدراسة جميع الأبحاث والتطورات فيما يخص أفضل العلاجات وأنسبها في استخدام الأمثل لعلاج فيروس كورونا. هناك الكثير من المعتقدات التي كنا نعتقدها وكان يعتقدها العالم حول هذا الفيروس، إلا وأنها تغيرت، ولم تتغير إلا بعد مواظبة والاستمرار على متابعة الأبحاث وكذلك دراستها ومتابعة الدراسات الموثقة والمنتشرة عبر المصادر العلمية التي تعتمد عليها وزارة الصحة ويعتمد عليها العالم، ولا سيما ضمن توصيات منظمة الصحة العالمية. هذه اللجنة تقوم دائما بدراسة أفضل الأدوية وكذلك التحديثات وكل ما يتعلق بهذه التحديثات. وظهور مثل هذا الفيروس بشكل مفاجئ وسريع أمر طبيعي أن نرى هناك دراسات، وأمر طبيعي أن نرى كذلك هناك تحديث لهذه الدراسات وتحديث وتصحيح لهذه الخطوات. شكرا جزيلا، تفضلي. سمار شديع من قناة الجزيرة. دكتور، تدعو وزارة الصحة بشكل متكرر لجموع المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنزل وعدم الخروج حتى بعد انتهاء ساعات الحظر، ولكن إذا استمر اليوم مشهد الازدحام في الشوارع الذي رأيناه بالأمس، هل ستوصي وزارة الصحة بتمديد ساعات الحظر؟ نعم، احنا يعني دائما نكرر أن الحظر سواء الجزئي أو الكلي هي من الوسائل التي تستخدم للحد من تفشي هذا المرض ولاحتواء هذه الأزمة ولإحكام السيطرة على الأمور حتى لا تتفاقم ويصبح الوضع مثل دول أو أماكن مناطق أخرى حول العالم. هي ما زالت حلول تستخدم، ونحن كذلك واجبنا أن ننشر هذه التوعية، ونحن واثقين من المستوى العالي من التوعية بين جموع المواطنين الأفاضل والمقيمين الكرماء. ونحن الآن نقوم بواجبنا باتخاذ هذه الإجراءات وتطبيقها، ونقوم بواجبنا كذلك بالتوعية، إلا وأن هناك خيار كما ذكرتي، إذا كان هناك خيار الحظر الكلي فإنه كذلك خيار من الخيارات، ونحن نتمنى ألا يعني تحدنا الظروف لاستخدام هذا الخيار
أو التوصية به. تفضل. محمد الكندري، وكالة الأنباء الكويتية كونا. ما إجراءاتكم المتخذة لناحية السعة السريرية في غرف العناية المركزة، وهذا أولا، وأجهزة التنفس الاصطناعي وكفاءتها لاستقبال أعداد كبيرة لحالات مصابة بفيروس كورونا لا قدر الله؟ شكرا. شكرا جزيلا. نحن إلى اليوم لدينا 5 حالات في غرف أو أسرة العناية المركزة، ونحن منذ الساعات الأولى وذلك وفقا لخطط الطوارئ لوزارة الصحة وخطط اللجان المشكلة بعد ظهور هذا المرض، قمنا بدراسة احتمالية مضاعفة أعداد الأسرة، وهذا هو ما حدث بالفعل في الآن مستشفياتنا. قمنا بمضاعفة أعداد الأسرة في الكثير من أقسام العناية المركزة، وهذا بالإضافة إلى أن هناك بعض العمليات التي غير الضرورية أو عفوا غير العاجلة أو الطارئة والتي تحتمل التأجيل، قمنا كذلك بمحاولة تأجيلها حتى كذلك تكون هناك طاقة سريرية تستوعب لا قدر الله أكبر قدر ممكن ومحتمل. هذا فيما يخص الأسرة. فيما يخص الأجهزة، أجهزة التنفس الصناعي لدينا والله الحمد ما يكفي لسد الحاجة، وبإذن الله تعالى الآن يجري تدعيم بعدد إضافي من الأجهزة حتى يمكن استيعاب المشهد أو استيعاب أي حالة طارئة لا قدر الله، ولكن لدينا ولله الحمد ما يفي بالحاجة. خالص الشكر لكم جميعا، ونلقاكم على خير.